13 سنة مرقت على لقاء مرمخيل. هيدا التفاهم يلي صار بين طيار الوطن الحر وحزب الله بكنيسة مرمخيل بالضاحية الجنوبية، ويلي بعده صامد رغم المطبات الكبيرة يلي عم تعترض طريقه. رئيس طيار الوطن الحر جبران باسيل قال امبارح بلقاء بذكرى توقيع وثيقة التفاهم انه هيدا التفاهم عمل السلام الداخلي ووصل لبنان للنصر. فلولا حزب الله ما كان العماد عون تخي برئيس، ولولا الوطن الحر ما كان صمد حزب الله بوجه اسرائيل. فهل فعلا كان حزب الله بحاجة للطيار الوطني الحر بحرب تموز 2006؟ يعني بالنتيجة التفاهم اللي صار بست شباط 2006 أدى لوقوف قسم كبير من الشعب اللبناني مع المقاومة بحرب تموز 2006، وبالتالي حمى الجبهة الداخلية وكان جزء من المقاومة الشعبية مع المقاومة، وبالتالي كانوا عنصر من عناصر الانتصار على إسرائيل بعام 2006 وبالصمود. هذا الكلام اللي عناه مع الوزير، هيك احنا نفهمه بهالطريقة هيدي. ف أكيد اللي عم يقولوا فيه جزء يعني من الواقع. من ناحيتين ساعد الطيار، أول شيء ما فات بلعبة عزل حزب الله، لأنه كان المطلوب عزل حزب الله وإطارة فتنة داخلية لحتى يتجنبوا الحرب الخارجية، بس ما عندهم وسيلة كان بوقتها أنه يقدروا يواجهوا حزب الله. وقت اللي نحن ما خلينا ال يلعب فينا بالداخل لنفوت نحن بين بعضنا بخلافات داخلية، قرروا يعملوا الحرب. وبالحرب طبيعي الموقف دايما الداخل هو كان حماية للمقاومة، الاستقرار الداخلي وبالموقف الدعم الداخلي بطبيعة الحال ساعدهم على الصمود وعلى المواجهة. اهتزاز العلاقة بين الطيار والحزب خلال تشكيل الحكومة، هل أثر على تفاهم مرمخيل؟ أكيد لا، لأن نحن نتيجة هذا الاتفاق اتفاق استراتيجي. هذا اتفاق يمكن لأول مرة بتاريخ لبنان بيصير بين فريقين يعني كبار بلبنان وبطريقة خطية، وتفاهم الخطوط العريضة للبلد. هلا بيصير في خلافات أوقات بوجهات النظر، بيصير في خلافات تكتيكية، بيصير في خلافات على مواضيع معينة، ولكن هذا لا يفسد في الود قضية. يعني اليوم بعد ممكن يلعب التفاهم دور استراتيجي بين الطرفين؟ هلا نحن بعدنا بالاتفاق، واليوم يمكن أهم نقطة من الاتفاق متفقين عليها بالسابق، في ولا حدا نتنكر لأي بند من بنود الاتفاق، بس كنا أوقات حتى يصير في اختلاف بالأولويات. اليوم أنا شايف أكثر محل بعد ما إذا كثير من الصعاب الجوازة، اليوم عم نشوف بالعكس صار الظروف أفضل، لأنه اليوم في إجماع من قبلنا وقبلهم على بالأولويات نحط بناء الدولة. هلأ وصلنا ما عاد في خلاف على هاي الأولوية. رغم أنه هذا التفاهم واجه كذا محطة كانت بمثابة امتحان لإله، إلا أنه قطع عقد وثلاث سنين عليه من دون ما يتأثر بكل الأحداث والتحديات اللي واجهته. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.